أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن تنشئت رب العالمين تجعله الصعب سهلا. إن شاء الله نراجع مادة الجبر صف الثاني الإعدادي للنقل الإعدادي، طبعا دي الأزهر الشريف، دار المركزية للمناطق القاهلية، فصل درس أول، جبر الزمن، ساعة ونصف، 2021-2022. بيقول أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، أكمل ما يأتي. ده بتاع السنة دي اللي هو لسه من أيام. 4 زائد جذر 7 زائد 3 سالب جذر 7. نكمل بنعملها إزاي؟ نجمع الحدود، الحد اللي هو الصحيح مع الصحيح، والنسبي مع النسبي، والغير نسبي مع الغير نسبي. يبقى 4 زائد 3 زائد جذر 7 سالب جذر 7، لان دي موجب، هتفك القوس هو نفسه، بيساوي 4 و 3 7، و 7 سالب 7 بصفر، يبقى الناتج ب 7. قال معكوس الضرب للعدد 3 على جذر 2 بيساوي جذر 2 على 3. ده المعكوس، ده ما بيساويش ده، ده معكوس ضرب لده، جذر 2 على 3. جذر التربيع التكعيبي ل 54 سالب الجذر التكعيبي لسالب 16 بيساوي جذر التكعيبي لكام؟ جذر التكعيبي ل 54 بيساوي عندي ديت 9 9 3 في 3 في 3 ب 27 في في 3 في يبقى دي 3 في 3 في 3 في 2 او 9 في 6 في 9 ب 54 و 9 6 في 2 في 3، يعني في النهايه بتبقى جذر تكعيبي ل 2 في 3 تكعيب ناقص الجذر التكعيبي ل سالب 2 في 2 تكعيب، 2 تكعيب اللي هي ب 8. طبعا عندي حاجه اسمها سالب جذر تكعيبي، في، لان سالب في سالب في سالب، السالب دي اشارتها تتضرب 3 مرات في نفسها تدي جذر تدي سالب، عشان كده الجذر التكعيبي للسالب هو نفسه السالب. المهم الثلاثه دي هتطلع من تحت الجذر بثلاثه، 3 تكعيب تطلع من تحت الجذر بثلاثه، باقي جذر التكعيبي للاثنين بس في الجزء الاول، ودي السالب بتعدي هنا بالسالب سالب وموجب، السالب جذرها التكعيبي السالب سالب وموجب، باقي هنا 2 دي بتطلع ب 2، باقي الجذر التكعيبي لاثنين بتساوي 3 زائد 2 ب 5 جذر التكعيبي لاثنين. تمام، نشوف السؤال بعد كده. السؤال الثاني، اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت النقطة ألف وواحد تحقق العلاقة سين زائد صاد بتساوي 5. شفت بقى، وبيقول لك النقطة دي بتحقق العلاقة دي، يعني بيعني إيه؟ يعني هنعوض عن سين ب ألف وعن صاد بواحد، الكلام ده يساوي 5. هنعوض عن سين بألف وصاد بإيه؟ مسقط أول مسقط تاني، واحد وألف وواحد تساوي 5. فإن ألف هتساوي 5 ناقص واحد بتساوي 4. نشوف بقى، بقول فإن إيه؟ فإن ألف بتساوي 4 بالموجب وليس بالسالب. تمام، إذا كان المنوال لمجموعة من القيم 4 و11 و8 و2 سين. منوال هو ايه؟ منوال يعني قيمة أكثر شيوعا أو أكثر تكرارا، فإن س بكام؟ طيب هو المنوال بأربعة، يبقى أنا عايز أضرب الاتنين في كام؟ عشان تبقى أربعة أضرب اتنين في اتنين، يبقى الس باتنين، س بكام؟ باتنين، عشان تبقى اتنين واتنين. طيب اتنين جذر تكعيبي ليه؟ اتنين الكل تكعيب، كل المقدار التكعيب بتساوي كام؟ طبعا الاتنين الاولى دي هتبقى اتنين تكعيب، والتكعيب دي مع الجذر التكعيبي يبقى ينتج لي اتنين بس، يبقى اتنين تكعيب في اتنين بتساوي اتنين في اتنين في اتنين، بتمانية في اتنين باربعة وستين،
اتنين بثمانية بستاشر بستاشر. تاني الاتنين دي أس تكعيب، والاتنين دي تكعيب هتروح مع التكعيب تبقى تطلع باتنين تكعيب مع الجذر، أو اتنين أس تكعيب مع الجذر، التكعيب اللي هنا هتروح مع الجذر، اتنين أس تلاتة تطلع بره الجذر باتنين بس، يبقى أصبح اتنين أس اتنين أس اتنين أس تلاتة في اتنين بتدي ستاشر. مكعب حجمه اتنين جذر اتنين، اتنين جذر اتنين سنتيمتر مكعب، دي الحجم. فإن طول حرفه عندي طول حرف المكعب بيساوي إيه يا عمنا؟ طول حرف المكعب بيساوي طول ضلع في نفسه في نفسه، يعني طول حرف المكعب بيساوي الجذر التكعيبي للحجم. شوف هو كل شغله على الحجم. طب الحجم عندي باتنين جذر اتنين، يبقى طول الحرف لام هيساوي الجذر التكعيبي لاتنين جذر اتنين، تمام كده؟ يبقى بيساوي الاتنين دي هتخش جوه الجذر، نخلي الجذر تكعيبي كده الأول، ودخل الاتنين دي جوه، هتبقى الجذر التربيعي لاتنين أس تلاتة، مش اتنين دي هتخش باتنين أس أربعة، باتنين اتنين، اتنين في اتنين، يبقى باتنين أس اتنين أس تلاتة. طيب اتنين أس تلاتة دي هتطلع هتشيل التكعيب ده مع التكعيب ده هيروح، يبقى باقي ليا جذر التربيعي لاتنين، يبقى اذا طول حرف المكعب بيساوي الجذر التربيعي للاتنين هي دي. السؤال الثالث، اوجد مجموعة حل متباينة، اوجد مجموعة حل متباينة. أوجد مجموعة حل المتباينة في ح، تلات س زائد أربعة أكبر من أربعة وأقل من سبعة، بقول تلات س زائد أربعة أكبر من أربعة أقل من سبعة. طبعا بنتخلص من العدد المضاف مع المجهول، يعني أطرح من الأطراف أربعة. كده طرحت من هنا أربعة، من هنا أربعة، من هنا أربعة، هينتجني تلات سين أكبر من صفر وصغر من تلاتة، دي تلاتة دي ما عدا ده صفر، يعني نقسم بعد كده على تلاتة تصبح سين أكبر من صفر أقل من، أنا بقسم على تلات أقل من واحد، يبقى مجموعة الحل نكتبها، هو عاوز يكتبها كمجموعة تكتبها بتساوي مجموعة العناصر س حيث إن س تنتمي لح، واكتب لي المتباينة دي بقى، س أكبر من صفر وأقل من واحد، واقفل القوس، هو ده مجموعة الحل. السؤال بعد كده، اختصر لأبسط صورة، جذر تلاتة على جذر خمسة زائد ناقص جذر تلاتة زائد جذر خمسة على جذر خمسة زائد جذر تلاتة. شفت بقى انت قبل ما تعمل مقام مشترك وقبل ما تحل، شوف الامتحانات جميلة، امتحانات فيها افكار جيدة، بتجد ان الحاصل ضرب المقام الاول في المقام الثاني هو حاصل ضرب قوسي فرق بين مربعين، يبقى انا باخد ايه بقى؟ باخد كده جذر خمسة سائل جذر تلاتة في جذر خمسة زائد جذر تلاتة مقام مشترك، واريح دماغي، الكلام ده بيساوي ده، بتقسم ده على دهوت يفضل ده، يبقى باقي جذر تلاتة في جذر خمسة زائد جذر تلاتة زائد يقسم ده على ده هيروح ده باقي ده، يبقى جذر خمسة في جذر خمسة سالب جذر تلاتة بتساوي، حصل ضرب ده في ده هو فرق بين مربعين، حدين الأول
مربع الأول اللي هو 5 سالب مربع الثاني اللي هو 3. أضرب ده في ده بقى، 3 في جذر 5 بجذر 3 جذر 5. أو ممكن على طول، أنت بقى فنان في الضرب، هتقول لي جذر 15. أه كلامك مظبوط. وده في ده بيديني جذر 9 اللي هي 3، زائد ده في ده بجذر 25 اللي هي 5، ده في ده بس بالسالب جذر 15 عشان موجب في سالب. انت راجل بقى متمكن. بتساوي جذر 15 سالب جذر 15 بصفر، 3 و5 8، 3 من 5 2، يبقى الناتج بيساوي 4. كلام جميل. طيب سؤال 4، أوجد شوف فنيات كلها، أسئلة كلها فنية. فترة مغلقة شيل منها المجموعة نفس إيه المجموعة دي؟ شفت بقى الكلام الجميل. طيب عشان نفهمها لك نرسمها عشان تفهمها، أنت ملخبط نفسك، ارسمها ومتزعلش. أدي من سالب 3 لـ4، وأدي فترتي، فترة مغلقة كده. طيب ايه المجموعة؟ مجموع سالب 3 اللي هو العنصر ده هنشيله، هنشيله هو نفسه، ونشيل كمان عنصر مين؟ 5 ده هو، دي مجموعة العنصر ده وده، بس ما تاخدش بينهم خلاص. هتشيل انت العنصر ده، هيفضل ليه مين؟ سالب 3 بس مفتوح، يعني السالب 3 اللي بعد هاخده، سالب 3 مش تبعنا. لما المين الـ4 ما يشيل الـ5، ايه يعني مش هيتأثر معايا في حاجة، اقفل. هو هيشيل الـ5، الـ5 دي بعيدة عن الفترة اصلا، انا فترتي بتبتدي هنا. يبقى اذا ايه دي؟ بيدي ايه؟ سالب 3 و5. والله جميل جميل، اسئلة جميلة. مثل بيانين العلاقة س زائد ص بتساوي 2. أظهر ده بيجيب حاجات جميلة. مثل بيانين العلاقة س زائد ص بتساوي 2. طيب أدي ال قول لنا أدي س زائد ص بتساوي كام؟ 2. هتقول له إن ص بتساوي 2 ناقص س، إيه المشكلة؟ وتقول له إن هناخد س بين نقطتين 0 مثلا و1. عند السين بصفر يبقى ص ب2، عند السين ب1 تبقى ص ب1، عند سين ب2 يبقى ص ب0 بس. ومثلها له بقى على كراستك الرسم البياني اللي معاك، على 0 1 2 و0 1 و2. جميل، يعني هو عاوزك تحل، جاب لك أسئلة جميلة وسهلة. عند 0 2 هنا، عند 0 ص ب2، عند 1 ص ب1 هنا، عند 2 كده، هيبقى متماثلة، يعني السين قد الصاد، دائما السين قد كده، تمثلها بقى بخط مستقيم راح هنا وجاي كده. طيب السؤال بعد كده، قال الجدول التالي يوضح توزيع التكرار لعدد 100 عامل في احد المصانع، احسب كاف، اوجد الوسط الحسابي. طيب يلا نحسب كاف الاول، هو بيقول 100 عامل، يبقى انا اجمع اللي تحت ده التكرار يديني 100، يبقى اقول له 10 زائد كاف زائد 22 زائد 26 زائد 20 زائد 8، ده المفروض يساوي 100. يبقى اذا كاف بتساوي 100 ناقص 10 و22 32، 32 تسيب دلوقتي، و20 يبقى 52، و8 يبقى 60، 26 80، 80 و6 86، يبقى ناقص 86. يبقى اذا كاف بتساوي 100 ناقص 86 بتساوي 14. يبقى اذا كاف بتساوي 14. طب انت عاوز تجيب الوسط الحسابي، الوسط الحسابي بنحسبه للتكرار ازاي؟ انا عندي مجموعه
لها طول، يبقى انا بجيب ايه؟ بقول المجموعات تكرار مركز المجموعة وكف ميم، ونجيب بعد كده الوسط الحساب. طيب المجموعات بتاعتي 20 30 40 50 60 لما ل70 لعند المية. طيب التكرار المقابل لنا تكرار 10، وحسبنا كاف 14 و22 و26 و20 و8. المركز بتاعي هنا من 20 ل30 مركزهم 25، يبقى على أول مجموعة، كل أول مجموعة أحط 5، 35 45 55 65 75. أضرب ده في ده 250، ونضرب تضرب أنت بقى حضرتك، وبعد ما هتضرب هتجمع كاف في ميم وتقسمه على كاف، تشوف ده هيطلع كام، وتقسمه على 100 يديلك الوسط الحسابي. ونلتقي في الهندسة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجد العدد الذي النسبة الذي يقع في ربع المسافة بين نصف وثلث من جهة الأصغر. أنا عايز أعرف الأصغر مين الأول، يبقى أنا عندي نص وعندي ثلث، أخلي مقام واحد يبقى 6 للـ2. ضربت هنا في 3 يبقى أضرب البسط في 3 يبقى دي 3 على 6. ضربت هنا في 2 يبقى أضرب البسط في 2 تبقى 2 على 6. أصبح ده الأصغر، يبقى الأصغر اللي هو ثلث، الأصغر هو الأصغر. طيب أنا عشان أجيب العدد النسبة الذي يقع في ربع المسافة بين ده من جهة الأصغر، بقول الأصغر العدد الذي يقع في ربع المسافة من جهة الأصغر. بيساوي الأصغر ناقص ربع في مجموع المسافة، احنا عارفين القاعدة دي. يبقى الأصغر اللي هو مين؟ 2 على 6 زائد ربع المسافة اللي هي سواء بدأت باتنين على ستة أو 3 على 6 ما يأثرش، يبقى 2 على 6 لأن أنت هتجمع زائد 3 على 6 بتساوي 2 على 6 زائد ربع في ادي 6 و2 و3 5، يبقى بيساوي 2 على 6 زائد 5 على 24. يبقى ايه العدد بتاعنا؟ ناخد 24 مقام مشترك، نقسم على 6 × 4 × 2 × 8 زائد 5 بتساوي 13 على 24. تمام كده، هو ده العدد اللي هيقع في ثلث المسافة. أوجد ناتج سين ناقص 3 في سين زائد 3. ده اتفقنا إن هو فرق بين مربعين، يعني الأول ناقص الثاني في الأول زائد الثاني. يبقى حاصل ضرب الكلام ده بيدي مربع الأول اللي هو سين تربيع والسالب، ومربع الثاني اللي هو 9. خلاص كده على السريع كده. أوجد خيار قسمة المقدار 2 س تربيع زائد 13 س زائد 15 على، يبقى 2 س تربيع زائد 13 س زائد 15 على س زائد 5. بتقسم ده على ده، 2 على 1 × 2 س تربيع على س ف س، واضرب ده في ده واكتب هنا 2 س ب2 س تربيع س ف س تربيع، 2 × 5 ب10 ف س 10 س. بنغير اشارات وجمع بالاشارات الجديده، دي مع ده بصفر وده مع ده بقيت بالتلاته اللي هي الكبيره، اخد اشاره الكبير زائد 15.
نقسم ده على ده الأول على الأول، 3 س على س موجب 3، أضرب 3 في ده، 3 في س 3 س، زائد 3 في 5 ب 15، وأغير إشارات وأجمع بالإشارة الجديدة يديني 0. يبقى ناتج القسمة، ناتج القسمة بيساوي 2 س زائد 3. سؤال بعد كده، إذا كان رتبة الوسيط لمجموعة من القيم هي رابع، طبعا احنا عارفين الوسيط عدد كده وعدد كده وهو بيبقى في المنتصف، ده الوسيط، دي الرتبة مش القيمة، دي الرتبة وليست القيمة، يعني الرتبة بيبقى عدد في اليمين قد الشمال والرتبة هي اللي في النص سواء واحد أو اتنين. طب هو بيذكر رتبة الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع، يبقى ده رتبته مكانه رقم 4، يبقى في كام هنا؟ 3 وهنا 3، 3 و3 6، والرقم 4 يبقى 7، يبقى قاعد اديله القيم يساوي 7. المنوال للقيم 15 9 س زائد 1 و9، و15 هو 9، يبقى انا عندي 9 هنا و9 هنا، ولازم العدد اللي يرجح لي الموضوع يبقى 9، يعني تبقى السين بكام؟ ب8 زائد 1 تبقى 9. طب لو قال لك 15 يبقى ده وده، واللي يرجح الموضوع ده اللي هو هيبقى ايه؟ السين ب14، عشان يبقى العدد النهائي ب15. يبقى كده قيمة السين في المسألة اللي معانا بتساوي 8، وكده يبقى خلصنا مراجعة الجبر الصف الأول الإعدادي فصل دراسة أول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.